خليني هنا اخد معانا على التليفون الدكتور مصطفى شعبان، رئيس اقليم محافظات القنابل الهيئه العامه للرعايه الصحيه. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك يا يوسف. ازاي الصحه؟ كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة. والمصريين كلهم بخير وعيد سعيد بمناسبة عيد الأضحى المبارك. اللهم أمين. هقول لك إزاي الصحة مرتين، إزاي الصحة بتاعت حضرتك مباشرة، وإزاي الصحة بتاعت هيئة الرعاية الصحية وتحديدا في محافظات القناة. وحضرتك أكيد شفت حلقة امبارح، صح ولا إيه؟ طبعا اتفرجت عليها بالكامل. طيب حلو جدا، يا بختنا. شهادة وتتويج لهيئة الرعاية الصحية والمجهودات اللي بتتم على أرض الواقع، وحقيقي فخور بالبرنامج الوطني اللي حضرتك بتقدمه. الله يحفظك اطلاقا، ما تقولش كده ابدا، ده احنا اللي فخورين بيكم ومعتزين بالجهد اللي بتقوموا بيه. وفي الاطار ده كنا احنا حريصين ان احنا نسمع كل الاراء، وكان في اراء شايفه ان احنا ممكن نطور. بتتعاملوا ازاي مع الاراء دي يا دكتور؟ طبعا احنا الهدف الاساسي والرئيسي لهيئه الرعايه الصحيه هو التطوير الدائم. وعشان كده احنا في هيئه الرعايه الصحيه وطبقا لقانون رقم 2 لسنه 2018، وهو قانون التامين الصحي الشامل اللي قسم الهيئات لثلاث هيئات رئيسيه، منها هيئه الاعتماد والرقابه الصحيه اللي هي لازم تنزل علشان تراعي معايير الاعتماد في الوحدات الصحيه والمراكز الصحيه والمستشفيات. علشان اقدر احقق المعايير دي لازم يكون في تطوير شامل وبشكل مستمر لمنشآت هيئة الرعاية الصحية، علشان أقدر أقدم خدمة بجودة محترمة يرضى عنها الجميع. جميل جدا، جميل جدا. بعض المنتفعين كان عندهم في بعض آرائهم متعلقة بتسهيل بعض الإجراءات، تقليل مدة الانتظار، حاجات من النوع ده. هنعمل فيها إيه دي يا دكتور؟ يعني كانت هيئة الرعاية الصحية لها سبق في إنشاء إدارة عامة تتبع السيد رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد الصبحي. حلو. علشان تبقى مختصة برضاء العاملين، برضاء المنتفعين. جميل. وعلى النقيض إدارة برضو أو وحدة عشان برضو رضاء العاملين. الإدارة الخاصة برضاء المنتفعين يتتبع السيد رئيس مجلس الإدارة، ولها ولها في كل فرع إدارة مماثلة، وفي كل مستشفى وفي كل وحدة وفي كل مركز، عشان تقدر تنقل الصوره الحقيقيه اللي موجوده على ارض الواقع من شكاوي المرضى، وتقدر من خلال رئيس الهيئه ومن خلال المدير التنفيذي ومن خلال رئيس الفرع ان هي تحط حلول لكل التحديات وكل المشاكل، علشان تقدر تسهل على المريض ان هو ياخد خدمته بسرعه وبدقه وبجوده عاليه جدا. حلو. كلام جميل. هل ده حقيقي على ارض الواقع؟ ده حقيقي على ارض الواقع. طيب هل رئيس الهيئه او الرعايه الصحيه اعتمدت على ده بشكل اساسي؟ لا، عملت الفيدباك ماشين اللي موجوده في كل مستشفياتنا، من خلالها يقدر المواطن يدخل على الماشين دي ويدي الفيدباك عن تقديم الخدمه او عن الدكتور اللي بيقدم الخدمه او عن التعاملات الاداريه اللي بتتم داخل المنشاه، وبتوصل رئيسيا لرئيس الهيئة علشان يقدر سيادته وهو قاعد يقدر يشوف نسبة رضاء المنتفعين في المنشآت عنده واصلة لحد فين، ويقدر يشوف الخلل اللي موجود فين ويقدر يشتغل عليه من خلال الإدارة التنفيذية علشان يسد أي خلل موجود، يقدر يسد أي خلل موجود ممكن يعطل خدمة مريض. طيب ده كلام جميل جدا. انا دايما في شغلانتي تحديدا، طول ما انا في البرنامج، طول ما انا في الاستوديو، ارتدي قبعه واحده هي قبعه المذيع. اول ما بنزل للعمل الميداني زي ما بيتقال والف واقعد مع اهالينا، لازم ارتدي القبعتين، قبعه المذيع لان انا نازل شغلي وعايز اعمله كما يجب ويبقى ضميري مرضي، وقبعه النائب البرلماني وعايز برضو يبقى ضميري مرضي. هنا هقول لك نواب القناة ونواب بورسعيد بالتحديد يقرؤونك السلام، ويوسف باعتباري نائب عن وسط الدلتا أقرئك كل السلام، وأقول لك كان في شكاوى في حلقة امبارح.
شكاوى محددة شديدة الوضوح، هنتعامل معاها ازاي يا دكتور؟ يعني احنا ايه نوع الشكاوى اللي قابلت حضرتك امبارح، ومن خلال نوع الشكوى اقدر اقول لحضرتك ايه نوع التعامل اللي هيتم؟ طيب، شكوتين رئيسيتين. شكوى منهم كانت من سيدة كبيرة في السن تجلس على كرسي متحرك وبتنتفع من هذه الخدمة، وهي الحقيقة بتشيد بالخدمة، لكن كان في شكوى انه هي ليها دواء علشان تقدر تحصل على المقرر الشهري بتاعها مثلا من الدواء، لازم هي اللي تروح بنفسها علشان تحصل على الدواء، في حين ان اسمها مدرج وفي الكارنيه بتاعها وكل حاجة، وبنتها تقدر هي اللي تحصل عليه. وبنتها قالت اذا حصل لا قدر الله ان امي متوفية، في النهاية هي وزارة واحدة اسمها وزارة الصحة، هي هيئة واحدة، وبالتالي يا جماعة لو حصل حالة وفاة ده اكيد هيسمع على السيستم عندكم، وبالتالي مش هتصرفوا لي الدواء، لكن طول ما امي عايشة احنا كده بنجهدها انها لازم تنزل وهي كبيرة في السن ومريضة وبتتعالج من العمود الفقري ومفصل الركبة، فلازم ننزلها من البيت تروح تجيب الروشتة بتاعتها. ادي اول واحدة، هنعمل ايه؟ طيب يعني يمكن احنا اتكلمنا في النقط دي كتير جدا، والدكتور احمد بصراحه يعني وصل لحلول شديده جدا وقويه جدا ومحدده وواضحه جدا. اولا احنا عندنا الزيارات المنزليه للمرضى كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه، وكانت في مبادره ثانيه لتوصيل الادويه للمرضى المزمنين حتى منازلهم. كويس. وكان في حل ثالث اللي احنا نبعت طبيب الاسره لحد البيت يشوف المريضه، لو هي فعلا محتاجه دواها ومش محتاجه تغيير في الجرعات ومش محتاجه اي فحوصات تانيه جديده، مثلا لو عندي مريضه سكر فانا مش هفضل اصرف دواء السكر شهري من غير وجود المريضه يا في المستشفى يا في الوحده يا اما في المركز، من غير ما اسحب تحاليل واتابع السكر، هل السكر منتظم على العلاج اللي انا بديه لها ولا السكر مش منتظم فمحتاج اعدل في الجرعات او اغير في الدواء. فده الهدف الاساسي من ان المريض يجي او انا اروح له علشان التاكد من ان الجرعات اللي بياخدوها فعلا تتطابق وتتماشى مع علاجهم وامراضهم. حلو. بدون زياده او نقصان. مثلا هدي لسيادتك مثال بسيط جدا، ممكن هذه السيده تكون مريضه ضغط او سكر وماشي على نوع معين من علاج الانسولين او من علاج الضغط، وبالتالي انا كطبيب اسره وهتكلم بلسان طبيب الاسره، انا قبل ما بكرر صرف العلاج الشهري لمريض السكر بتاعي انا محتاج اكون مطمن، في بعض الاحيان محتاج اكون مطمن ان نوع الانسولين اللي انا بديه هل فعلا جايب نتائج كويسه معاها ولا سكرها ملخبط، فبالتالي انا محتاج ان انا اعلي الجرعات او اقلل الجرعات او اشفت من دواء سين لدواء صاد، فبالتالي انا محتاج اشوف المريض بغض النظر هل هشوف المريضه في المستشفى او في الوحده او من المركز، او اللي انا هتوجه من خلال زيارات طب الاسره المنزليه لحد بيتها وهنشوفها. طيب يبقى احنا عايزين الحالات اللي زي هذه السيده الفاضله، انا لازم اشوف المريضه. ايوه، يبقى الحالات اللي زي هذه السيده الفاضله هنحتاج انه طبيب الاسره يروح لها مقر اقامتها. بالظبط بالظبط، وده بيتم. ما هو ما تمش بقى مع الست دي. ما بيتمش، يعني يمكن دي حالات فرديه شويه، ولكن محتاج مننا برضه زياده التوعيه للمواطنين. أيوة. محتاجين زياده التوعيه اكتر مننا، والتوعيه على الكول سنتر نقول لمواطنينا والمشتركين في التامين الصحي الشامل ان هو حضرتك لو من كبار السن ومش قادر تنزل تروح الوحده الصحيه عشان تصرف علاجك، لو حضرتك مش هتقدر تنزل احنا هنقول لحضرتك ان احنا هنقدر نودي لك العلاج لحد بيتك، لو انت دواء مزمن مش محتاج تغييره ومستقر على العلاج ده بشكل مستمر، فده هيبقى سهل يسهل علينا ان احنا نودي لك العلاج لحد البيت. طيب، ونزيد تاني التوعيه، نقول ما نفكر مع بعض بصوت عالي يا دكتور مصطفى. اتفضل. انا الهيئه
وانا المجمع الطبي باسماعيليه، فانا اللي عندي الملفات بتاعه المرضى، فانا اللي عارف انه المريض اللي بيتعالج عمود فقري وبيغير مفصل ركبه وسنه يا مش عارف كذا، خلاص انا عارف وده عندي في الداتا بيز. بالظبط انا عندي، فانا هروح واخد الداتا بيز دي. ايوه هروح واخد بقى الداتا بيز دي واحطها على طول في مساله الرعايه المنزليه، سواء اذا كان الطبيب الاسره او ايصال الدواء حتى محل السكن على طول. يعني مش هبقى محتاج انه المريض يجي لي ويحط اسمه او يقول لي او يتصل بالتليفون، يعني المساله في ايدي بصراحه سهله. يعني اعتقد ان ده في الوقت الحالي مش هيبقى، يعني عندي عدد من الاطباء الكافي اللي هو ينزل يودي ال 50 او 60 الف مريض مزمن علاجه بشكل شهري جوه منازلهم. ولكن انا ممكن اشتغل على ان انا اسلكت الحالات اللي هي ذوي الهمم وذوي القدرات الخاصه وكبار السن مثلا، إن أنا اقدر اشتغل انا موافق على ده يعني، وده بيحصل على فكره يعني. طيب اذا في الحته يعني دي سنويا في شهر رمضان احنا بنوصل جميع العلاج لكل ذوي الامراض المزمنه. ده كلام جميل. احنا متفقين على انه، وانا قلت الكلام ده في البدايه، احنا عاملين بروتوتايب، دي نماذج اوليه. يعني مش بس بورسعيد هي البروتوتايب بتاعنا، يمكن الخمس محافظات اللي فيهم التامين الصحي الشامل دول هم البروتوتايب. ده بالظبط عامل كده زي ايه، انا بدات التجربه فقاعد عمال بتعلم وانا ماشي. انا هحتاج من حضرتك تشوف الحلقه بتاعت امبارح تاني، وهتلاقي المريضه عايز مش بس هي نراجع بس الحالات المشابهة ونلاقي طبعًا حل بإذن الله. أرجوك يا دكتور طبعًا وأنا طبعًا واثق أنكم هتلاقوا حل. الحاجة التانية، سيدة فاضلة أيضا كانت بتشتكي من إيه؟ ست قالت بصراحة جملة جميلة جدا، قالت أنا إحنا يا جماعة عارفة كويس إن كأننا في سنة أولى وبنطلع سنة تانية وبنطلع سنة تالتة، والخدمة هتتطور وتبقى أفضل بالوقت بالتدريج، وهي متفهمة ده وقالت كده نصا، وقالت أنا سعيدة بحاجات كتير بتجرى في البلد نصا كده، ده كفاية الأمن والأمان اللي احنا عايشين فيه. بس أنا عايز وقالت الدكاترة حتى بالتعبير كده، الدكاترة زي العسل. طب بتشتكي من إيه بقى لما كل حاجة كويس؟ قالت لي بس الموظفين يتعاملوا معانا بهداوة أكتر، يطولوا بالهم معانا أكتر، فاحنا عايزين الموظفين يتعاملوا بالهداوة شوية. طبعا يعني يؤخذ في عين الاعتبار راي الست العزيزه، يعني ومفيش مبرر على كلامها خالص. يعني الست ليها كل الحق، وده حق من حقوقها الاصيل ان هي تتعامل بشكل يليق ويحترمها. فيعني ان شاء الله نشتغل على ده ماشي. ولما بنلاقي عناصر زي دي احنا يعني طبعا رئيس الهيئه بيستبعد الناس دي فورا. يعني كلنا شباب صغير في السن نشتغل وبنتعلم وبنتشرف نشرف بلدنا، بس قدها وقدود وعلشان نعمل حاجه تشرف مصر. طيب وان شاء الله تقدير عندنا من الحلول ما يكفي لحتى نتعامل مع هذه المشكلات. طيب هذه السيده ايضا، انا حابب اسالك على جزئين. يعني هذه السيده الفاضله ايضا قالت احنا علشان نصرف الدواء انا ما عنديش مشكله اجي اصرف الدواء، بس بيبقى في عندي مشكله ان انا افضل قاعده مستنيه 3 ساعات لحد ما اصرفه. وبصراحة برضو عندها حق. يعني اللي أنا عايز أقوله يا دكتور، الناس مبسوطة بالخدمة اللي بتقدم ومبسوطة بشكل التقديم بتاع الخدمة في القطاع الطبي تحديدا، ومبسوطين بالخدمة من حيث المكان والأجهزة وجودة التحاليل وجودة الأشعات، بل وقالوا لي حتى على الفلوس اللي بتدفع، حتى لما بقول لها كام قالت لي ده كلام فارغ. بالظبط كده، قالت لي ده كلام فارغ، الفلوس كلام فارغ، اي كلام مش مهمه. انا اللي وقالت لي كده والله العظيم نصا، قالت لي بالظبط كده، انا يكفيني ان الريس خلى الغفير زي الوزير، كلنا زي بعض وبنخش ناخد الخدمه زي بعض. لكن هي في حاجات كده اللي هي الزغنططه دي، يعني موظف يتخلق على الناس، نلاقي طابور انتظار طويل يبقى بالساعتين وبالثلاثه وبالاربعه عشان ناخد الدواء، ست كبيره بتضطر تنزل بنفسها علشان تروح تجيب الحاجه. يعني الحاجات دي اللي احنا عايزين نظبطها، عشان كده انا بقول لدكتور مصطفى شعبان بميل عليه، اقول له النبى دكتور، خصوصا ان احنا في بينا صديق مشترك عزيز حبيب، ف
فرغالي ف اصل فرغالي اخويا يعني ف... فانا بروح مميل اقول له ايه والنبي يا دكتور انا عايز ابقى وسطه الشعب عند عند الهيئه والهيئه مش محتاجه مني توصيه ولا عايزه وسايط احنا بنشتغل سوا كلنا بنشتغل سوا فوالنبي استاذنك هي الحلقه 40 دقيقه مش طويله قوي بص عليها كده وعايزين الايه الحالات دي مش بالتحديد هم يعني كده كده عايزين نحل قصتهم لكن بشكل عام بقى الحالات الشبيهه بده عايزين وهناخدها واحده واحده ومراحل وان شاء الله كله يبقى 100 فل و14 انا عاوز ارد بس على الست اللي انتظرت الثلاث ساعات ايوه انت طبعا عارف اهالينا الكبار في السن يعني يمكن والدتي حد منهم لما اقول لها مثلا انت ميعادك النهارده عند دكتور القلب الساعه 6 هي بتروح من الساعه 5 وبتروح من الساعه 4 وبتروح من الساعه 3 أيوة. هي معتقدة ان هي لما هتروح بدري ساعتين هتدخل بدري الاول أيوة. فده برضو دورنا او دور من ادوارنا احنا لازم برضو نعيد التوعية ويعني ونعيد ونكرر التوعية للناس عشان خاطر الناس تبدأ تلتزم معاك اللي موجود انا معاك 100% شوف اصلا يعني انا نفس القصة انا امي ربنا يديها الصحة عندها جملة يا ماما ده الميعاد الساعة كذا قولي احنا هنروح بدري اقول لها ليه تقول لي انا استنى القطر القطر ما يستنانيش فانا امي كده في كل حاجه ممكن تروح بدري ساعتين عن الميعاد بس اقول لك انا اللي استنى لكن مفيش حاجه هتستناني افرض الدور فات لا احنا نستنى فانا فاهم ده ومقدره انا اللي بقوله واحنا متفقين عليه انا وحضرتك ان احنا بنزق مع بعض هنشتغل مع بعض هنحل اي حاجه باذن الله تقف قدامنا دكتور مصطفى انا سعيد بيك وسعيد بالمكالمه زي ما انا سعيد جدا بدكتور احمد السبكي وسعيد بالعقاد وسعيد بالكل لانه سعادتي الحقيقه مبنيه على انه زي ما قلت كده كوادر شابه رائعه عظيمه جدا انا واحد من الناس انا مواليد 75 يمكن اكون اكبر من حضراتكم شويه بس الجيل بتاعي والجيل بتاع حضراتكم ولا كان في حلمنا انه حد فينا يتولى اي شيء في هذا الوطن الا بعد ما يتم 55 سنه وكانوا يقولوا لنا بعد ال 55 دي يقول لك ايه وانا الاوان لتولي الشباب شباب ايه واحنا عندنا 55 فالنهارده لما بشوف ناس زي الفل عندها تلاتينات ومطلع اربعينات وبتتولى مهمه عظيمه زي دي انا ببقى سعيد ومطمن حقيقي فانا اشكرك يا دكتور كل الشكر دكتور مصطفى شعبان رئيس إقليم محافظات القناة بالهيئة العامة للرعاية الصحية شكرا يا دكتور سبكي شكرا يا دكتور عقاد شكرا لكل الناس اللي بتشتغل في هذه الهيئة لأنه الهيئة دي فعلا 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 مستقبل صحة المصريين